الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السيدة، الإسلام قام على مال خديجة. سيأتي في أثناء الحديث دور مال خديجة في تقوية الإسلام والمسلمين، ووجاهة أبي طالب، أبو طالب السند المعنوي شيخ البطحاء، طالما دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كفيله، صغيرا كفيله وكبيرا مدافعه. هذا الرجل كم له من العظمة عند الله عز وجل، له ولد كعلي وجعفر، حقيقة من موارد التوسل إلى الله عز وجل. نعم، عم النبي ووالد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بين قوسين سريعين لا بأس، هذه فائدة. تذهب بعض الأوقات لزيارة المعصوم، المعصومين، البعض يأخذ دورة كاملة، العمرة، المدينة، مشهد، كربلاء، أئمة العراق، تقريبا يزور كل المعصومين ما عدا الإمام الثاني عشر، ولا تقضى له الحاجة مثلا. وأنا بنفسي جربت لحاجة إلى الله عز وجل، ذهبنا هذه المشاهد، ولكن قضيت الحاجة بعد التوسل بمسلم ابن عقيل. لا تدري أين الإجابة. سفير الحسين عليه السلام الذي قتل مظلوما غريبا، ممكن هذا المعنى. سيدتنا أم البنين معروفة في هذا المجال، النذر لها، إقامة العزاء لها، بعض الشخصيات تتوسل بها تعطيك الحاجة، لأنه لا يتعارف التوسل بها عادة. نحن اليوم نحاول نطلب من الله عز وجل أن يقضي حوائجنا بحق هذه السيدة، زوجة نبي الله، أم الزوجة لأمير المؤمنين، والدة لفاطمة، وهي من النساء الأربع، كمل من النساء أربع، آسيا ومريم والزهراء عليها السلام، والرابعة هي خديجة. إذن مجلسنا مقتنم بإذن الله عز وجل بجوار حفيدها. الحفيد يلتفت إلينا بإذن الله عز وجل. إذن أولا، الوقت ضيق والحديث عنها كثير. أولا، حقها على الإسلام والمسلمين، قلنا مالها ووجاهة أبي طالب وسيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المال والسياسة والعسكر كلها في هذا البيت. أول الناس إيمانا بالنبي أمير المؤمنين، وأول النساء خديجة صلوات الله عليها. من الدروس والعبر، هناك دروس وعبر كثيرة، أذكر لكم بعض النصوص احتياطا، أقرأ من النص لئلا يكون بالمضمون.
أولاً هذه العلاقة المتميزة بين النبي وبين خديجة، تعرفون النبي له نساء متعددات ولكن ما عاش علاقة عاطفية كما عاشها مع خديجة صلوات الله عليها. الرواية من مسلم والبخاري قبل أن أصعد المنبر راجعت النص في كتاب المسلم والبخاري هكذا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة، خديجة توفت في مكة تزور العمرة، بعض الناس يذهب العمرة والحج ولا يذهب لزيارة قبرها، هذا من الجفاء، زرها في مقبرتها. النبي في المدينة وهو يذكر خديجة من خلال ما كان يصنع، يذبح الشاة ثم يهديها إلى صديقاتها، لم يقل للفقراء. من هي لها علاقة بخديجة أيام مكة؟ كان النبي يخصها بذلك، حركة عاطفية، وقف على عجوز نعم يسألها ويتحفها لأنها كانت ممن لها علاقة بخديجة عليها السلام. النبي في المدينة، نحن عادة إن ماتت لنا زوجة نذكرها في 40 يوم، في سنة سنتين، النبي وهو في المدينة يذكرها ويكرم من كان لها صلة بهذه السيدة الجليلة. ثم قال صلى الله عليه وآله: كما روي إني قد رزقت حبها. هذه الجملة القصيرة فيها كل المعاني. أولا، ليس هذا حب بين رجل وامرأة، رزقت حبها، هذا الحب حب إلهي، رب العالمين ألهمني هذا الحب. درس صغير نريد أن نتأسى. فرق، كونوا معي جيدا وخاصة من يسمع حديثي من الشباب والشابات، فرق بين حب يأتي من خلال المراسلة في الشبكة العنكبوتية، فرق بين حب يأتي من خلال النظرات المحرمة في الجامعة والكلية، فرق بين حب أساسه الأساس هو جمال الصورة. أحدهم كان متفانيا في حب امرأة إلى درجة كان في معرض الانتحار، سألته: يا فلان، الذي جعلك تتوله بها لهذه الدرجة؟ قال: أغير ديني، مذهبي، المهم أصل إليها. قلت: ما الذي أغراك بها؟ قال: رأيتها في الطريق هنا. هذا هو الحد، عاشرتها، عاملتها، عرفت صفاتها، منشأها، بيئتها، رأيتها في الطريق وهكذا عشقتها. هذا الحب له دوام، هذا الحب له أساس، وأنا رأيت هذا الصنف تراهم بعض بعد أسابيع أو أشهر في المحكمة يريد أن يتخلص منها وهي تتخلص منه. إذن الحب الزوجي، هذا الحب إذا كان رزق من الله عز وجل له دوام، وإلا فلا. خديجة توفت في مكة، النبي هاجر إلى مدينة أخرى وسنوات، هذه الرواية مدنية، قال: رزقت حبها وهو في المدينة، يعني هذا الحب منشأه هذه العلاقة الإلهية. إذن حاول قبل أن تتزوج أن تبحث عن إنسانة رزقت حبها. الآن بعد الزواج أيضا سل الله عز وجل أن يبارك فيها كذا زيجة.
النبي الأكرم أكملنا الرواية عندما وقف على عجوز فجعل يسألها، قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، رواية في شرح النهج، قال إن حسن العهد من الإيمان. لك معاشرة مع مؤمن قبل 30 سنة، إن رأيت ولده الآن أكرم ولده، الرجل يكرم في ذريته، لا تنس ذوي الحقوق عليك، حسن العهد من الإيمان. وهنا لابد أن أذكر البعض منا، ليس هنالك أحد إلا وله ميت، لا يعقل أن كل أقربائه أحياء، أباه ميت، أمه ميتة، عمة، خالة، أخ، أخت، إلى آخره زوجة. المؤمن وفي في هذا المجال، في صلاة الليل قدم الأرحام، تستغفر 40 مؤمن. البعض يذكر الشيخ الصدوق والشيخ المفيد وينسى أمه وأباه، قدم الأبوين في دعائك. تحت القبة، إن وصلت تحت القبة لا بأس، تذكرهم ساعة الإفطار إلى آخره. تعلم، قلنا الدروس والعبر، لسنا في مقام السيرة المجردة. حسن العهد من الإيمان، هذه قاعدة اجعلها في بالك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر السبب في تعلقه بهذه السيدة. نعم، آمنت بي إذ كفر بي الناس، الرواية لعلها في البحار، وصدقتني وكذبني الناس، وواسى، نعم، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد الناس. الزهراء عليه السلام الكوثر، أنا لا أدري يوم القيامة ما حال خديجة صلوات الله عليها، تأتي لتدخل الجنة بجوارها رسول الله، بجوارها صهرها أمير المؤمنين، والزهراء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، والحسنان حفيدا، يا له من منظر. إخواني، إذا أراد الله عز وجل أن يبارك في أحد هكذا يبارك. لا تجعل جل همك أن تترك لذريتك منزلا. البعض يباهي، تركت بيتا واسعا، تركت شركة ناجحة، تركت دوابا سريعة لأولادي، هذه تركتك. سبحان الله، المجرب كلما زاد الأب إثراء لذريته، الأولاد أكثر انشغالا عن والدهم. نعم، ولد فقير لا يشغله شيء يذكر أباه دائما، وولد ورث العقار والشركات من والده ينشغل بتجارة أبيه ولا يذكر أباه المسكين. نعم، هذا رأيناه مجرب. يعني كلما أكثرت من التركة، بعض الأولاد يلتهي بها عنك، بدلا من التصدق بها هو ينشغل بها وينساك. إذن سأل الله عز وجل أن يعطيك شيئا مما أعطى خديجة صلوات الله عليها. صحيح، ما هاجرت مع النبي الآن لأي حكمة؟ الله أعلم. لو كانت خديجة حية مع النبي، مهاجرة معه إلى المدينة، كم كان يستأنس بها النبي، كم كانت فاطمة تستأنس. السيدة حرمت الأم ملقا ثلاثا بلا غصن ولا كفن،
هذا اليوم أن نبكي بكاء دمعة على خديجة ودمعة على زينب متى عندما جاءت بحثت عنه في الميدان تهرول تقوم تارة وتقعد أخرى إلى أن وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس منخمد الأنفاس قلبته على ظهره ونادت اللهم تقبل منا هذا القربان ثم نظرت إليه متعجبة قائلة أنت أخي وابن والدي من لم يبك إلى الآن اسمع هذه المصيبة يرق قلبك وأخيرا انحنت عقيلة الهاشميين وقبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة ولا أمير المؤمنين ماذا صنعت انحنات وقبلات موضع نحر السلام على النحر المنحور السلام على الرؤوس المشالات على النسوة الباكيات على الشفاء الذابلات لا تمسح دمعتك اجعلها على وجهك ارفع يديك إلى السماء الدعوة غير مردة الدعوة مستجابة بإذن الله أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره أنت جالس تمتن معي دعاء فرج أهم الدعاء دعاء فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارفع صيامنا مع صيام وصلاتنا مع صلاته وقيامنا مع قيامه أرضه عنا بما شئت إنك على كل شيء قدير بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.